احتفت دولة الكويت بعيد العمال العالمي بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي السفارات في البلاد لمشاطرة المجتمع الدولي، لا سيما وأن للعمال عمود فقري لاقتصاد البلاد ولبنة أساسية في بناء كويت جديدة أكثر قوة وأكثر ازدهارا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بالشراكة مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، شاطرت دولة الكويت المجتمع الدولي احتفائه بيوم العمال العالمي. الكويت تستلهم من ماضي مليء بالعمل وتقديس العمل. الكويتيون عملوا في صيد اللؤلؤ وفي التجارة وفي البحارفة، تستلهم من تاريخ مليء بأهمية هذا العمل وأهمية العامل وأهمية حقوق العمال والبيئة المناسبة للعمل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عضوية الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشكل أيضا عامل آخر في الدور الريادي للكويت، ليس فقط داخليا ولا إقليميا بل أيضا عالميا. دولة الكويت ملتزمة باحترام وحماية العمال والعمالة من مواطنيها وتوفير فرص العمل لهم لكسب الرزق والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله. نحتفل اليوم في دولة الكويت بيوم العمال العالمي، حيث تعتبر دولة الكويت شريكا أساسيا مهما لنا في هذا الجانب، لا سيما وأنها تسعى لتطبيق القانون وفق الأطر الصحيحة ونحن نثق بذلك. نحن سعداء بالمشاركة مع دولة الكويت في هذا اللقاء التنويري الذي يناقش أهم القضايا الخاصة في حقوق العمال، ونحن ندرك أن دولة الكويت تواكب أهم المستجدات بهذا المجال بكل وعي للمحافظة على الحقوق والواجبات للعمال. صادقت دولة الكويت على 19 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية إكمالا للمسيرة التشريعية، بما في ذلك 7 من 8 اتفاقيات في القطاع الأهلي. دولة الكويت دائما ما تواكب الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تواءم المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الحق في بيئة عمل مناسبة دون ما تميز. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.